السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم عن الديجوكسين توكسيسيتي. طبعا أني إن شاء الله بالمحاضرات القادمة حنقسم المواد اللي سبب توكسيسيتي على أساس السيستمز، يعني راح ناخذ هسه التوكسيكنت اللي سبب لي كارديوفاسكولار توكسيسيتي. واحد من أهم الأمثلة اللي راح ناخذها هي الديجوكسين. بالحقيقة الديجوكسين واحد من الأدوية اللي يجب على الصيدلي أن يعامله معاملة خاصة، ما يعامله معاملة دواء عادي، لا، معاملة خاصة. ليش الصيدلي لازم يعامل الديجوكسين معاملة خاصة؟ الديجوكسين به هواية مشاكل هسه راح نقولها وراح نحكيها بالتفاصيل، بس أهم ريكومنديشن لازم الصيدلي يخليها بباله لما يصف الديجوكسين للمريض او يصرفه، يعني بوصفه، انه ما يغير الشركه. اذا كان المريض ياخذ الشركه الفلانيه لازم ما يغيرها على شركه اخرى، يستمر على نفس الشركه. الشغله الاخرى بالديجوكسين انه المريض دائما وخصوصا الاوفر ايج لما مرات ينسون انه اخذت الدواء او ما اخذت الدواء، يتردد بلعت او ما بلعت الدواء. في حالة الديجوكسين إذا المريض صار عنده تردد أنه بلع هذا اليوم أو ما بلع هذا اليوم، يجب عليه أنه ما يبلع حبة أخرى. على العكس من الأدوية الثانية اللي هي تكون أأمن من الديجوكسين، الديجوكسين يتميز بأنه هو عنده very narrow therapeutic index، ممكن أنت الحبة الثانية راح تدخلك بالأكيوت توكسيسيتي. على العكس مثلا من البيتا بلوكر، على العكس من الانتيبايوتيك، على العكس من الأدوية الأخرى. حقيقة احنا عندنا 3 أدوية نعطي أورالي is very dangerous، وهذا الريكومنديشن لازم نخلي ببالنا انه اذا نسيت لا تبلع الحبة الثانية في حالة الديجوكسين، في حالة الفينيتوين، وفي حالة الثايوفيلين. الديجوكسين توكسيسيتي راح نشوفه هو ايش قد خطر، راح نشوف انه شنو ميزاته، ليش يتميز الديجوكسين بانه هو فيتال ومو فشي بسيط. ويعتبر الديجوكسين واحد من الادوية اللي كانت تستخدم والوقت الحالي قل استخدامها لسبب مشاكلها الصحية اللي ترافق استخدامها. نبتدي بالديجوكسين. اول شغلة ناخذها انه هو الديجوكسين السورس ماته هو من نبات، هو الديجيتاليس. الديجوكسين هو نوع من انواع اللي يطلع من نبات اسمه ديجيتاليس باربورا، وهو جلايكوسايد، نوع من انواع الجلايكوسايد اسمه ديجيتاليس. كانوا يستخدموه سابقا حتى بالوقت الحالي لعلاج الكونجستيف هارت فيلر. حقيقة شافوا انه المريض اللي ياخذ ديجيتاليس في الوقت الحالي، دراسات الحديثه تقريبا 2012 2014، شافوا انه اللي ياخذ ديجوكسين لعلاج الكونجستيف هارت فيلر ما زاد السرفايفر ريت ولا قلل المورتاليتي ريت، يعني ما تحسن المريض ولا زادت نسبه الشفاء او بقاء، يعني بقاء في صحه جيده. بالعكس الديجيتاليس او الديجوكسين يعني خلى المريض عرضة إلى سمية الديجيتاليس، سمية الديجوكسين، ولازم يكون في حالة فحص مستمر حتى لا تصير عنده حالة توكسيسيتي. فإذا بالوقت الحالي الكونجستيف هارت فيلر قام معالجوه بأدوية أخرى تعتبر مور سيف، السرفايفر ريت مالتها ازداد، المورتاليتي ريت مالتها أقل، في حين الديجيتاليس لا، ما كان إلى أي فائدة. أكيد حتى نتكلم عن الديجوكسين لازم نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن اوف ديجوكسين. الميكانيزم اوف اكشن اوف ديجوكسين ينقسم الى قسمين. القسم الاول يسوي لي انهبيشن للان اي كي اي تي بي اس، هسه راح نشوف شنو يعني انهبيشن للان اي كي اي تي بي اس. والشغله الثانيه يسوي لي اكتيفيشن للفيجل نيرف. يعني شنو هو الفيجال نيرف؟ هو الباراسمباثيتك نيرفس سيستم. الباراسمباثيتك نيرفس سيستم اللي مسؤول على انه يبطئ من سرعه دقات القلب، يقلل الفيلوسيتي اوف كوندكتنس. فهذا من يقلل الفيلوسيتي اوف كوندكتنس راح نقدر نستخدم الديجوكسين في علاج الاريثيميا.
فإذا الديجوكسين نستخدمه في علاج الكونجستيف هارت فيلر انديكيشن مالته، لأنه يسوي انهبيشن لل اي كي اي تي بي اس ويزيد الكالسيوم داخل العضلة، فيزداد الفورس اوف كونتراكشن بوزيتيف ايونوتروبيك. في حين في نفس الوقت انه الديجوكسين يقلل لي الكوندكتنس باي اكتيفيشن اوف فيجال نيرف، فلهذا نقدر نستخدم الديجوكسين في علاج الديس اريتيميا. بالتاكيد الديجوكسين مثل اي انتي اريتميك دراج، ان شاء الله راح ناخذها، ممكن تسبب لي اريتيميا، وهذا اللي راح ناخذه ان شاء الله بالمحاضره القادمه، الانتي اريثميك دراج. راح نشوف انه شلون الانتي اريثميك دراج صح نستخدمها لنعالج بها الاريديميا، بس بنفس الوقت هي اللي راح تسوي لنا اريديميا. راح ناخذ اول ميكانيزم له، اللي هو انه شلون الديجيتاليس او الديجوكسين يزيد لي الكالسيوم داخل العضله. احنا نعرف لما يصير عندي اكشن بوتنشال بالمايوكاردياك ماسلز، راح اول شيء يصير عندي ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن بعد الديبولاريزيشن يصير عندي كونتراكشن للفنتريكل او الاتريال، بعدين يصير عندي ريبولاريزيشن، بعدين يصير عندي ريلاكسيشن. فاذا هي خطوه بعد خطوه بعد خطوه بعد اخرى، اربع خطوات وحده تاتي بعد الثانيه. أول شيء يصير عندي بالديبولاريزيشن، أول ديبولاريزيشن هو يجي نتيجة دخول الصوديوم. دخول الصوديوم هو اللي يسوي لي سبب لي الصعود العالي أو الصعود السريع للأكشن بوتنشال للهارت، فيسموه بالفيز زيرو. دخول الصوديوم هسه راح نشوفه بالفيز زيرو. هذا دخول الصوديوم راح يتبعه دخول للكالسيوم. دخول الكالسيوم من الاكسترا سيلولار، ودخول الكالسيوم من الاكسترا سيلولار راح يحفز خروج الكالسيوم من الساركوبلازمك ريتيكولام اللي موجوده بالمايوكارديال ماسلز، فيزداد الكالسيوم داخل العضله القلبيه. هذا زياده الكالسيوم ايش راح يؤدي لي؟ الى كونتراكشن. اذا صار عندي ديبولاريزيشن، دخول الصوديوم اللي يحفز دخول الكالسيوم من خارج الخليه، دخول الكالسيوم من خارج الخليه حفز ريليسينج اوف كالسيوم من الساركوبلازمك ريتيكولوم، فازداد الكالسيوم داخل الكاردياك ماسلز، فصار عندي الخطوه الثانيه اللي هي شنو؟ الكونتراكشن. احنا قلنا بما انه عندي كونتراكشن لازم الخطوه اللي بعدها شيء يصير عندي ريلاكسيشن. هذا الكالسيوم اللي دخل داخل الخلية العضلية لازم يدخل، لازم يرجع ينضم. شلون حيرجع؟ يرجع يصير يعني ستورج اجين بواسطة تو تايب اوف شانلز، واحدة على السيل ممبرين اللي هي ال NAK ATPS، هسه راح نشوف شلون حتشتغل، والثانية بالساركوبلازم كريتيكولوم اللي هي الكالسيوم ATPS، يكون تسحب كالسيوم وتضمه بالساركوبلازم كريتيكولوم. بعد هذه الخطوة، بعد ما ينسحب الكالسيوم، تبدي البوتاسيوم شانلز تنفتح، يدخل عندي البوتاسيوم شانل، صار عندي ريبولاريزيشن، على اثرها يصير عندي ريلاكسيشن. اذا دخول الكالسيوم احنا خلينا نركز عليه كل شوية، انه الكالسيوم يدخل بعد ما يدخل الصوديوم. ورا ما يدخل الصوديوم داخل الخلية العضلية يفتح القنوات مال كالسيوم. قنوات مال كالسيوم يسموها L type calcium channel، اللي هي وين موجودة؟ ال L type calcium channel دي موجودة بالمايوكاردياك ماسلز، فهذا راح تأدي دخول الكالسيوم خارج الخلية، راح يؤدي إلى activation الكالسيوم channels اللي موجودة بالسموث بالساركوبلازم كريتيكولام، ويسوي لها ريليس، ويزداد الكالسيوم داخل الخلية العضلية، فيصير عندي contraction. مثل ما قلنا بما أنه صار عندي contraction، لازم الخطوة اللي بعدها يصير عندي releasing withdrawal، ينسحب الكالسيوم وينخزن مرة ثانية داخل الخلية، داخل الساركوبلازم كريتيكولام، ويطلع خارج الخلية بواسطة الاكتيفيتي اوف ان اي كي اي تي بي اس، وهسه راح اشرح راح نشرحها شلون. فبهذه الطريقة راح يقل الكالسيوم داخل العضلة، وراح يصير عندي شنو؟ ريلاكسيشن. هذا هو الاكشن بوتنشال اوف
cardiac muscles is important. أنا أريدكم تعرفوه من هسه، لأنه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة بالأريثميا راح أيضا نرجع عليه من جديد. أوكي، هذا فيز 4. نقول فيز 0 هو دخول الصوديوم. دخول الصوديوم يرافق بعدين يوصل فتح حد معين تنسد الصوديوم channels، فيبدي البوتاسيوم يطلع خارج الخلية، وهذه عملية خروجه يكون جدا ضعيف، لأنه حتنفتح عندي الكالسيوم channel. الكالسيوم channel راح تنفتح بالنوع اللي يهمهم L-type calcium channels، اللي تنطي كالسيوم كمية ثابتة فترة زمنية طويلة، فلهذا يسموها long type calcium channel، L-type calcium channel. هذا ال L-type calcium channel هو اللي مسؤول عن ما يعرف بشنو بالبلاتو بيريد. بعدها ال L-type calcium channel راح يصير لها blocking، من حيصير عندي blocking البوتاسيوم channels راح تظل يصير لها out. شوف احنا البوتاسيوم بدأ بالفيس 1 يصير لها out، فيس 2 هم يصير لها out، بس هنا فيس 2 لأنه اكو كالسيوم التأثير مالته ما كان واضح، بس بالفيس 3 لأنه الكالسيوم channel انسدد راح يبقى يطلع البوتاسيوم خارج الخلية ويصير عندي الري بولاريزيشن. اوكي، هسه احنا الديجوكسين شو يريد؟ يريد يحافظ على الكالسيوم داخل الخلية العضلية. وجود الكالسيوم واحتفاظه داخل الخلية العضلية راح يخلي الفورس اوف كونتراكشن از انكريز. The force of contraction is increased. شلون راح يصير؟ هذا اللي راح اشرح لكم اياه بالمخطط هذا. احنا قلنا الكالسيوم الريده داخل الخليه العضليه شبيه يكون هوايه بحاله الكونجستيف هارت فيلر، حتى the force of contraction يكون increased. هسه راح نشيل الخط السهم الاخضر ونبقي عندي والديجيتاليس، نبقي عندي هذين الاكسشنجرات. احنا قلنا الكالسيوم شنو اللي مين يجيني الكالسيوم؟ يجيني من الاوتسايد بواسطة الكالسيوم شانل. هذا دخول الكالسيوم من خارج الخلية الى داخل الخلية راح يحفز السيركوبلازميك ريتيكولام حتى يسوي ريليسنج للكالسيوم من ال تايب كالسيوم شانلز، وهذا راح يخلي الكالسيوم بكمية جدا كبيرة داخل الخلية العضلية. بالنهاية هذا الكالسيوم داخل الخلية العضلية، الخلية لازم تتخلص منه بالحالة العادية انه قسم الضمة داخل السيركوبلازميك ريتيكولام والقسم الاخر تطلعه خارج الخلية العضلية. هذا الجزء اللي لازم الخلية لازم تطلعه هو هذا راح يشتغل عليه الديجيتاليز. شلون نطلع الخلية العضلية بشكل عام الكالسيوم من داخل الخلية الى خارج الخلية؟ احنا عندنا ترانسبورتر اسمه NAKATPS، هو هذا برايمري اكتيف ترانسبورت، ياخذ الصوديوم من داخل الخلية ويطلعه الى خارج الخلية، وياخذ البوتاسيوم من خارج الخلية ويدخله الى داخل الخلية. هذه العملية ما تكون متساوية، يعني شنو؟ يعني راح يطلع 3 صوديوم ويدخل شنو؟ 2 بوتاسيوم. 3 صوديوم يطلعون و2 بوتاسيوم يدخلون. ورا فترة من عمل الـ NAKATPS داخل الخلية البوتاسيوم مش راح يكون؟ راح يكون كلش هواية. وخارج الخلية الصوديوم مش راح يكون؟ راح يكون كلش هواية، وهذا الطبيعي انه احنا عندنا الصوديوم دائما خارج الخلية هواية والبوتاسيوم داخل الخلية هواية. اوكي، يم هذا البرايمري اكتيف ترانسبورتر اكو سكندري اكتيف ترانسبورتر او ما يعرف بالاكسشينجر. هذا شي يسوي؟ هذا الصوديوم مو موجود خارج الخلية، مو موجود خارج الخلية هواية، يقوم يدخل الصوديوم ويطلع بمكان شنو هو؟ الكالسيوم اكسشينجر، يعني يستبدل واحد بآخر. فدخول الصوديوم يدخل الكالسيوم يطلع، الصوديوم يدخل الكالسيوم يطلع، فالخلية العضلية بالحالة العادية تتخلص من الكالسيوم بهذه الطريقة.
بواسطة two type of transporter، واحد ال NAKATPase والثاني صوديوم كالسيوم اكسشينجر. هسه راح يجي عندي الديجيتاليس. الديجيتاليس من راح يجي راح يسوي inhibition لل NAKATPase، راح يخلي تركيز البوتاسيوم وتركيز الصوديوم خارج وداخل الخلية شبيه متساوي، ما راح يخلي واحد أكثر من الثاني. هذا من راح يكون متساوي، الصوديوم لازم يتحرك من المكان التركيز عالي للمكان التركيز واطي. وهسه حاليا التركيز خارج الخلية وداخل الخلية متساوي، لأنه هذا ال NAKATPase متوقف. فهذا من يتوقف هذا أيضا راح يتوقف، ومن هذا راح يتوقف الاكسشينجر، راح يؤدي إلى أن الكالسيوم داخل الخلية العضلية شو يصير بيه؟ راح يبقى كمية كبيرة. صح قسم منه راح ينخزن بالساركوبلازم كريتيكولا، بس القسم الآخر اللي المفروض يطلع خارج الخلية ما راح يطلع. وهذا هو سر عمل ال NAK الديجيتاليس أو الديجوكسيد، إنه يزيد الكالسيوم داخل الخلية العضلية by inhibition of شنو هو ال NAK ATPase. شرحناها. طيب الشغلة الأخرى اللي يسوي لي إياها، طبعا هذه الميكانيزم الأولى اللي يسوي inhibition ال NAKATPase، على أساسه كنا نستخدم الديجيتاليس أو الديجوكسين لعلاج الكونجستيف هارت فيلر. الكونجستيف هارت فيلر إنه القلب كان ما يضخ بقوة وتقلانه، فشي نسوي؟ نخلي الكالسيوم يتجمع داخل الخلية العضلية حتى نسوي positive ionotropic، نزيد ال force of contraction. وهذا هو أساس عمل أو زيادة عمل، يعني أساس عمل ديجوكسين. الشغلة الثانية، ديجوكسين يستخدم في علاج الأريديميا، وهذه الأدوية دائما هسه إن شاء الله ناخذها بالمحاضرة القادمة، الأنتي أريثميك دراج، على الرغم من إنه هي تعالج الأريثيميا بس بنفس الوقت هي تسوي لي أريثيميا. شلون يعني؟ الأريثيميا هي عدم انتظام دقات القلب. نتخيل عندنا الشارع سايد واحد وبي 20 سيارة دي يمشون بسرعة ثابتة، مثلا سرعة 60، أني على أفضل سيارة بالنص قررت تمشي بسرعة 120، بس السيارات الأخرى ظلت تمشي على سرعة 60. هذا ايش راح يخلي الشارع يصير بيه إرباك، هاي السيارة تمشي سريع تأشر للسيارة اللي بعدها والسيارة اللي بعدها تحاول تغير سايد و و و، فما تصير يروح النظام. الطبيعي شو يسوي هذا قبل 120؟ يقلل السرعة، يقلل السرعة، صارت 120 صارت 100 صارت 80 صارت 70 إلى أن وصل 60، فرجع السيارات كلهن يمشون على نفس السرعة 60. بس ورا مدة من استخدامنا لهذه تبطيء السرعة راح تصير 40. من راح يصير 40 راح يسوي هالمرة إرباك آخر للسيارات اللي ورا، سيارات ورا تمشي 60 هو 40، ايضا راح يصير عندي ارباك. هي هذا مشكلة الانتي اريثميك دراج ومشكلة الديجوكسين اللي واحدة من عندهم، انه الانتي اريثيميا انه الكوندكتنس يصير سريع اسرع من الطبيعي، فننطي ادوية تسوي سبريشن لهذا الكوندكتنس. هذا السبريشن بالبداية البيشنت جدا يرتاح عليه، يعتبر فشي جدا ممتاز، ولكن بعد مدة من الزمن هذا بطء الكوندكتنس راح يسبب لي هو اريثيميا، هو راح يسبب لي الاريثيميا. فلهذا علاج الاريثيميا دائما البيشنت يسوي شيفتنج من one medication to another medication، واذا استقر على واحد فمن حسن حظه الى ان تمشي اموره. الديجوكسين شلون نستخدمه كانتي اريثميك دراج؟ نستخدمه كانتي اريثميك دراج لانه يسوي ستيميوليشن المن لل الفيجال نيرف. الفيجال نيرف مثل ما نعرف هو جزء من او برانش من الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، والباراسمباثيتك نيرفس سيستم مش ينطيني اسيتيل كولين، والاسيتيل كولين يقلل من سرعة دقات القلب ويقلل من فورس اوف كوندكتنس ويقلل من الفيلوسيتي. فلهذا نقدر نستخدم الديجوكسين لعلاج ال
انتي اريثميك، بس ما ياثر طبعا ديجوكسين ما ياثر على الفورس اوف كونتراكشن. نجي نتكلم عن البوتاسيوم. البوتاسيوم واحدة من الاشياء اللي جدا 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 مهمة اثناء العلاج بالديجوكسين. دائما البيشنت اللي ياخذ ديجوكسين او اللي يبلع ديجوكسين علاجيا، يعني مو سويسايدا، نتكلم عن الشخص العلاج، انه هذا لازم يكون دائما يسوي مونيتورينج للالكترولايت. واحدة من اهم الالكترولايت هي البوتاسيوم. البوتاسيوم في حالة الأكيوت، أعيد، البوتاسيوم في حالة الأكيوت توكسيسيتي تسبب لي هايبركاليميا. إذا أنا لما أجي بيشنت صار عنده أكيوت توكسيسيتي بالديجوكسين، أجي أسحب منه دم ألقي عنده البوتاسيوم مرتفع كلش هواية. أما الشخص اللي كرونيك يوز أوف ديجوكسين، هذول كبار السن والأوفر إيج اللي يستخدمون الديجوكسين كعلاج، شافوا انه لما ناخذ من عندهم الدم وصار عندهم كرونيك توكسيسيتي او ساين اوف سيمتومز اوف كرونيك توكسيسيتي اوف ديجوكسين، معظم الاحيان راح يكون عندهم البوتاسيوم طبيعي ما يكون مرتفع. وشافوا في نفس الوقت انه اذا كان البيشنت عنده هايبوكاليميا لسبب او لاخر، باد نيوتريشن، رينال انسفيشنسي وغيرها وغيرها، او ياخذ نوع من انواع الدايوريتكس، هذا الهايبوكاليميا يزيد الـ incidence of chronic toxicity. إذن أنا عندي hyperkalemia دائما associated with a congestive heart associated with acute toxicity of digoxin، وعندي الـ hypokalemia اللي يزيد لي الـ incidence of acute chronic toxicity. السيفير هايبوكاليميا طبعا مثل ما قلنا اللي اقل من 2.5 ملي ايكوفالنت بير لتر، هذه كليتين ممكن يسيد لي الانسيدنس اوف وات كرونيك توكسيسيتي. هذا الكلام اللي انا شرحته كليته موجود بهذا المخطط. اذا كلينيكال مانيفستيشن اوف توكسيسيتي، عندي تو تايب اوف توكسيسيتي، اول وحده اللي هي الاكيوت وثاني وحده هي الكرونيك. الأكيوت توكسيسيتي دائما الأشخاص اللي يصير عندهم بداية استخدامهم للديجوكسين، أو أشخاص غيروا شركة إلى شركة أخرى للديجوكسين، أو أشخاص unintendedly take another dose of ديجوكسين، من أخذت ما أخذت ترددت إيش أسوي، خل أبلع حبة ثانية، يتخيل أدوية مثل باقي الأدوية، أو suicidal. دائما من الأكيوت توكسيسيتي associated with hyperkalemia. أما الكرونيك توكسيسيتي هذول الأشخاص اللي دائما يكونون الأوفر إيج، اللي يستخدمون الديجوكسين فترات زمنية جدا طويلة، هذول دائما يكونون طبعا علاجيا أكثر شيء يستخدموه. هذول دائما الأشخاص اللي يكون عندهم البوتاسيوم لما نجي نحلله يكون طبيعي، وإذا كان عنده هايبوكاليميا راح تزداد عندي الانسيدنس اوف توكسيسيتي. الديجوكسين توكسيسيتي طبعا بشكل عام فيتال، تسوي لي اتريال فيبريليشن، تسوي لي اتريال فلاتر، تسوي لي سكتة قلبية يعني. ولهذا المورتاليتي ريت والسرفايفر ريت ما كانت بوزيتيف ريزلت من نتيجة استخدام الديجوكسين. اكو الان alternative drug more safe more effective، فادت كلش بعلاج ال congestive heart failure، رفعت لي ال survival rate، قللت لي mortality rate، وهذا هو اللي احنا على اساسه نبدل الديجوكسين. اذا الديجوكسين toxicity in general ماكو فد sign and symptoms very clear، او فد عارض كلش واضح على البيشنت. اعراض التسمم هسه راح نشوفها هي موجوده عند معظم كبار السن، دوخه وتعب ونوزيا ويكنس و و و و، فيحتاج لاضافه للساين اند سيمتومز ان نكون اذكياء بتشخيصها، نحتاج الى بايو كيميكال تيست. اذا ياثر لي على الكارديو فاسكولار سيستم، على السي ان اس وعلى الجي اي تي. بالكارديو فاسكولار سيستم راح يزيد الانكريز للاوتوماسيتي،
يعني شنو؟ انه زي الاوتوماسيتي وديكريز للكوندكتنج، يعني يزيد عندي contraction force of contraction ويقل عندي ال velocity of conducting. الشغلة الثانية اللي يسوي لها يسوي لي premature ventricular beat، وهذا هو اللي بالبداية، اللي طبعا هاي أشياء كلها الأخصائيين يشخصوها مو إحنا، يعني إنه premature ventricular beat إنه إحنا لازم يصير عندي مثل ما قلنا excitation contraction relax repolarization relaxation. مرات يصير عندي contraction مو بوقته، contraction very premature. هذا contraction اللي يكون premature رح يصير ما يكون كامل، رح يصير نوع من الفلاتر، رجفة. هذه الرجفة هي بداية الفبريليشن، ارتجاف، والارتجاف ممكن يسوي لي فلاتر. هذا الارتجاف يكون ارتجاف جدا سريع، وبالنهاية تتوقف عضلة القلب، يسوي لي بريدي اريديميا. البريدي اريديميا نتيجة انه هو يسوي سيميوليشن للفيغوس نيرف، يسوي بروكسيمال اتريال تاكيكارديا وذ بلوك، راح يأثر على الاتريال مثل ما يأثر على الاذين يأثر على البطين، وايضا يسوي لي فلاتر، وهم يسوي لي ديث. بعدين يسوي لي جنكشنال تاكي كارديا، انه يصير عندي تاكي كارديا بالبوث سايد اوف فنتريكولار، وعندي باي دايركشنال فنتريكولار تاكي اريديميا وجز كمان. هاي الاشياء كليتها شو كنت نعرفها؟ نعرفها بالاي سي جي. الاي سي جي لازم البيشنت من يسويها ديورينج ابيسود، وهذه وحده من أكثر الأشياء صعوبة بالأريثيميا. مرات الأريثيميا ما تكون في continuous condition إنه 24 ساعة البيشنت عنده أريثيميا، لا، تجي على شكل episodes. هذه الإبسودز مرات وراح للطبيب يسوي له تخطيط، يطلع طبيعي، يطلع من الطبيب يمشي شوية يصير عنده أريثيميا. لازم التخطيط بالأريثيميا، وهذا طبعا واحدة من أصعب الأشياء بالتشخيص مالته، إنه يصير during attack. حسب الوقت الحالي أكو أجهزة تسجل الـ ECG بيوم كامل للبيشنت، هو قاعد ونام هو يتحرك، وبعدين يطلع ريبورت للطبيب يشوف الـ ECG ويشوف during episodes إنه شنو اللي صار عنده، شنو الـ pattern of this arrhythmia، حتى يقدر من خلالها ينطي التشخيص مالته. الـ CNS مثل ما قلنا delirium، fatigue، مليئة، كليتين أشياء عامة، confusion، dizziness، abnormal dream، دائما hallucination، nightmares، blurred and yellow vision، يأثر على الـ parasympathetic بالـ CNS، ويشوف أنه حتى بالعين أنه يقوم accommodation for nerve vision مالته مو طبيعي، hallucination، هلوسة، disturbances of color vision، دائما بنشوف الضوء الأحمر، يشوف بهالة بيضة أو قرص أبيض داخل الضوء الأحمر القديم، وهذا تعتبر characteristic features للديجوكسين توكسيسيتي. إذن الـ CNS توكسيسيتي مالتها أعراضها جدا عامة، بس المهمة هي أنه الـ hallucination والرينج اللي يشوفها باليلو كالر مو بالنيون، بالضوء الأصفر. الـ GIT هي anorexia، nausea، vomiting، abdominal pain، حتى sometimes associated with diarrhea، بس بشكل عام ماكو اي characteristic feature للجي اي تي. الميثود اوف ديتكشن، طبعا الميثود اوف ديتكشن مالتنا الديجوكسين بنقطتين لازم نخليها ببالنا. اول شيء الابزوربشن مالته او volume of distribution مالته تقريبا 7 لتر. هذا دليل على شنو؟ دليل على انه معظم تركيز الديجوكسين اللي نحن نبلعه يروح للهارت، ما يبقى بالبلاد سيركوليشن. هاي واحد. النقطة الثانية المهمة انه شقد ياخذ وقت حتى يصير لأبزوربشن. الأبزوربشن راح ياخذ من ساعة إلى 3 ساعات، يعني إذا كان البيشنت منتحر أو ماخذ جرعة عالية ديجوكسين صار له 3 ساعات أو 4 ساعات، أنا أتوقع إنه جي آي تي ما بيها بعد
ديجوكسين، فما استفاد من الجاستريك لافاج ولا استفاد من الاكتيفيتد شاكل. هسه اللي راح نقوله نقطة أخرى مهمة، عندي التي هالف مالته تقريبا من البيك، العفو البيك الاريا اندر ذا كيرف اللي هي العلاقة بالديستريبيوشن، من 7 إلى 10 ساعات، 7 إلى 10 ساعات، هذا الشيء ينطيني لهذا البيك. يعني إذا كان البيشنت بالع ديجوكسين شريطين ويدخل الطوارئ بعد 4 ساعات من الانسيدنس حادثة، من راح أجي أسحب دم وأحلله راح ألقي تركيز الديجوكسين مو عالي. ديجوكسين يوصل للتركيز مالته بعد 7 إلى 10 ساعات من الانجستشن. طبعا بالتأكيد عبارة 10 ساعات أو 6 ساعات إلى 10 ساعات من الانجستشن، هذا راح ينطيني فد مشكلة كبيرة انه هذا البيشنت راح يموت قبل لا اني ابدي اقرر اذا هو متسمم او لا، وهاي المشكلة. فمرات الديتكشن او فحص الدم بحالة التسمم بالديجوكسين is worthless not important، لانه ما يوصل الا بعد 10 ساعات، 10 ساعات البيشنت يكون ميت. فمرات انا اذا اعرف او اعرف انه البيشنت انتوكسيكيتد، لا راسا ابدي بالتريتمنت مالتي. الشغله الاخرى المهمه الستدي ستيت، ستدي ستيت حتى يوصل للستدي ستيت يحتاج ل7 ايام. يعني البيشنت اللي عنده ديسأديميا او البيشنت الدكتور كاتب له ديجوكسين على مود الكونجستيف هارت فيلر، لازم يخلي بباله 7 ايام هو يبلع ديجوكسين يلا تبدي الكلينيكال فيتشرز او الكلينيكال تريتمنت مالته او يعني الثيرابيوتيك بنفيتس مالته تبدي تظهر. الكونستريشن مال الديجوكسين يتراوح بين 0.5 الى 2 نانو جرام بير مول، وهذا طبعا تركيز جدا قليل. فلهذا هذه نقطة أخرى تضاف إلى مشكلة الديتكشن أوف ديجوكسين. هسا قلنا أول شيء التايم، قلنا الأريا أندر ذا كيرف مالته كلش 6 ساعات إلى 10 ساعات، والشغلة الأخرى هي الكونستريشن أوف ديجوكسين، يعني 0.5 إلى 2 نانوغرام. هذه إذا أي خلل يصير، مو مايكرو بعد، نانو أصغر، بالانسترومنت اللي يقيس بالكالبريشن اوف انسترومنتس اللي دا نفحص بي او الكيت او الشخص اللي دا يشتغل از نوت فيري بروفيشنال، هذا راح يخليه التركيز او القراءه تكون مو صحيحه ويخلينا نروح لغير مكان. فاذا الاريا والثيرابيوتيك اندكس مالته طبعا جدا منخفض. فلهذا حتى اني ابدي اعالج الديجوكسين لازم اخلي بالي النقاط الاتيه، ايش وقت اخر جرعه اخذها البيشنت، شو وقت اخر جرعه وشو وقت الجرعه الجديده اللي بلعها، هل هو انه دخل بال7 ساعات، هل هو بدايه ال4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. أني أعرف إذا 6 ساعات إلى 10 ساعات هو يوصل للبيك، بس إذا 4 ساعات ما واصل للبيك أني فالتحليل ما يطلع غلط. الشغلة الثانية مثل ما قلنا البلاد سامبلينج، شو وقت ناخذه، شو وقت ناخذنا ورا 3 ساعات من الانسيدنس، ورا 10 ساعات، ورا 20 ساعة، هذه كلش مهمة. وجود حالات مرضية مثلا عنده هايبوكاليميا، الهايبوكاليميا اذا كان مثلا البيشنت عنده رينال بروبلم او ده ياخذ دايوريتكس، دايوريتكس اكو انواع من الدايوريتكس تسوي هايبركاليميا، اكو انواع من الدايوريتكس تسوي هايبوكاليميا. هاي الاشياء كلش تاثر على التشخيص وعلى العلاج. من تطلع عندي هايبركاليميا اني وبيشنت ياخذ ديجوكسين، اني اقول قطعا انه هو عنده اكيوت توكسيسيتي. طيب اذا هو ده ياخذ ثيازايد اللي يسوي لي هايبركاليميا، فهذا راح يزيد لي، خليني مسليدنج.
عندنا الهايبوكاليميا، اكو انواع من دائرة تسوي الهايبوكاليميا، اذا البيشنت دا ياخذ ديجوكسين فترات زمنية طويلة وبجرعة صحيحة ومرتب اموره وقام ياخذ مدرر، هذا المدرر سوى له هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا من تصير راح تزيد الانسيدنس فرصة حدوث الكرونيك توكسيسيتي اوف ديجوكسين، وهذه نقطة جدا أخرى. الهايبوماغنيسيميا جدا مهم المغنيسيوم، وهذا فد شيء يعني من الأشياء المهمة لازم نخليها ببالنا دائما. البيشنت اللي عنده مغنيسيوم منخفض، كمية الأبزوربشن أوف ديجوكسين تكون مرتفعة، تزداد نسبة الأبزوربشن أوف ديجوكسين. بس إذا رجعنا المغنيسيوم للتركيز الطبيعي، كمية الأبزوربشن أوف ديجوكسين راح ترجع طبيعية، ما راح تكون عالية كلش، والتسمم ما راح يكون أقل. وجود specific type of xenobiotic أو specific type of treatment مثل أميودارون، الكالسيوم شانل بلوكر، هذا كليتين راح نشوف انهم ايضا علاج الأريثميا اللي ممكن تسبب لي مشاكل، أو يعني هي ديس انتي أريثميك، وناخذ انتي أريثميك دراج تو ميديكيشن ممكن يسوي لي دراج دراج انتراكشن وزايد لي عندي المشكلة. إذا كان التركيز مال ديجوكسين فوق 2 نانو جرام بير مول، هذا دليل على أنه البيشنت دخل في حالة التسمم بالديجوكسين. ولكن لازم أخلي ببالي أنه هذا التحليل لازم يكون بعد 6 ساعات من آخر جرعة، يعني أني مو أجي ورا الساعتين أقيس وأقول أوكي هو بعد ما دخل التوكس هو ما متسمم، لا، أني أبدي أقيس وأعتمد قراءاتي إنه تكون هاي القراءة صحيحة بعد 6 ساعات من الإنجشن أوف ديجوكسين. شلون نجي نسوي كلينيكال تريتمنت؟ أول شغلة وأهم شغلة هي الجي آي تي دي كونتامينيشن، مثل ما قلنا إنه الديجوكسين يبقى بالجي آي تي 3 ساعات، ورا 3 ساعات راح يتحرك من الجي آي تي يروح للسيركوليشن. فإذا أنا أستفاد من الجي آي تي دي كونتامينيشن غازل كلافات اكتيفيتد شاركول، إذا البيجت ورا نص ساعة ورا ساعة ورا ساعتين، بس ورا 3 ساعات لا، بعد الجي آي تي دي كونتامينيشن is worthless. الشغلة الثانية المونيتورينج أوف ديس أريثيميا، البيجت مثل ما قلنا هذا الأنواع التوكسيتي أوف ديجوكسين associated with this erythemiasis، فأني لازم أخلي بالي أن هذا البيشنت راح يصير عنده this erythemia، لازم أخليه under monitoring، أقيس دائما الإلكترولايتس والديجوكسين توكسيسيتي. الإلكترولايتس اللي هي البوتاسيوم المغنيسيوم الكالسيوم، لأن كل تتداخل في عملية الدايجنوسيس and treatment. بعدين نبي نستخدم الفاب ديجوكسين فاب اللي هو الانتي بودي اللي يعالج لي الديجوكسين توكسيسيتي، هذا جدا مهم لازم نخليه ببالنا. هذا الفاب هو دراج اوف تريتمنت، هو يعتبر الانتيدوت فور ديجوكسين توكسيسيتي. هذا الفاب لازم من انطي لازم اخلي ببالي نقطة جدا مهمة. احنا نعرف انه الديجوكسين مرات اللي يتسمم بيه اما شخص يحاول الانتحار، هذا الشخص او يعني دي انتحر هو من بلا عدوى كمية كبيرة من الديجوكسين، هذا اذا نستخدم له الفاب ما راح نتوقع يصير عنده مشاكل. ليش؟ لانه دي يستخدم، لانه الديجوكسين هو دي ما دي يستخدمه للتريتمنت، هو دي يستخدمه ينتحر. على العكس من شخص بمثلا congestive heart failure، او دي يستخدم ديجوكسين على كونجستيف، او ديجوكسين دي يستخدمه بعلاج ال ديس اريديميا، اني من اجي فجأة انطي فاب واسحب الديجوكسين، هذا راح يصير عنده اكسجريتد اوف كونجستيف هارت فيلر، او سبب له مشكلة بالاريديميا. فلازم اني من انطي هيك حالات او الاشخاص اللي يستخدمون الديجوكسين كتريتمنت وتسمموا بي، انطي الديجوكسين with extensive monitoring، اخاف مثلا هو كان عنده congestive heart failure
راح يصير عنده congestive heart failure، يصير عنده episode كلش قوي يجوز يموت. ولازم اني اكون يعني very very attention about this condition. مثل ما قلنا الجي اي تي decontamination مفيد بس اول 3 ساعات وراها يكون ما مفيد. الامسز sometimes يعني يكون مفيد sometimes it's not beneficial، بس اكثر شيء يستخدمون activated charcoal. activated charcoal شافوا انه كل 1 جرام بير كيلوغرام activated charcoal من ساعتين الى 4 ساعات after ingestion 4 doses البيشنت يستفاد من عندها. انه اهم شيء انه اللي يكون بالجي اي تي، هل انه فقط لما يكون بالجي اي تي؟ لا، سمتايم شافوا انه الديجوكسين يسوي عنده انتيرا هيباتيك سيركوليشن، فالبيشنت اذا كان بدا يستخدم الديجوكسين as early as possible ممكن الديجوكس الشاركول يسوي اتاشمنت داخل انتيرا هيباتيك سيركوليشن، يبدي ياخذه وياه ويطلعه، فينخفض عندنا السيرم ديجوكسين. اذا كان طبعا ما عندنا فاب بالمستشفى نضطر نستخدم هاي الطريقه. الديجوكسين بيوريفايد سبيسيفيك فاب اللي هو الانتيدوت، وهذا الانتيدوت هو دراج اوف تشويس فيري امبورتنت، ماكو غيره، لازم يكون متوفر. اذا ما متوفر نستخدم هاي الطريقه البدائيه هنا نعطي اكتيفيتد شاركول على امل بالانتيرا هيباتيك سيركوليشن نتخلص من عنده. بس افضل علاج هو الفاب والدراج اوف تشويس. كل 40 ملي جرام من الفاب يقلل لي 1.1 نانو جرام بير مل يمكن اعتقد من الديجوكسين. شافوا انه الديجوكسين بحالات الاكيوت توكسيسيتي انه عفوا طريقة العلاج مالته. اما اني انطي اذا كان البيشنت يعني لايف ثريتنينج وما اقدر انتظر العلاج، نبدي ننطي بشكل رفلي اللي هي اذا بحالة الاكيوت توكسيسيتي وما اعرف التركيز وما عندي مستشفى ما بيها امكانية انه اجي احلل وما عندي الوقت المناسب حتى، وهي طبعا اغلب الاحيان تكون هيك وضعية انه البيشنت ما نقدر ننتظر 6 ساعات 7 ساعات لنوصل البيك دا نعرف ايش قد ننطي ونحسب الفي ار نمبر اوف في ار، لا هي مجرد فد رف هيك رفلي نحسبها هيك يعني. فشافوا انه اذا كانت الحاله اكيوت توكسيسيتي نقدر نعطي من 10 الى 20 فيال وذ مونيتورينج. طبعا هاي ال 20 فيال ما انطيها مره واحده، انطيها 10 بعدين 10 ثانيه انطيها جرادجولي اخاف ليصير عندها فد اميون رياكشن. اذا كان بيشنت عنده كرونيك توكسيسيتي وايضا ما عندي وقت افحص، انطي للادلت من 3 الى 6 فيالات وذا شولدر من فياله الى فيالتين. اما اذا اني كان عندي التراكيز وقدرت افحص فنحسب السيرم ديجوكسين كونستريشن في البيشنت ويت على 100، او نقدر نحسب الاماونت انجستد على نص في 80% او باي افايلابيلتي اللي هي تركيزه بالدم، ونقدر نطلع من خلاله كم فياله اقدر استخدم. معظم الاحيان من نلجأ للمعادله، نلجأ للامبيريكال اللي هي انه اني امبيريك يعني انه هو انطي وخلاص. الالكترولايت ثيرابي از فيري امبورتنت. احنا قلنا البيشنت الهايبركاليميا انديكيتد فور اكيوت، اما الهايبوكاليميا ممكن يزيد الانسيدنس. طيب الهايبوكاليميا شلون اني اعالجه؟ انطي بوتاسيوم انترابريتونيال واخلص. وانت طبعا الهايبوكاليميا والهايبركاليميا اثنيناتهم يزيدن الانسيدنس اوف ديس اريديميا، يسوون تكي اريديميا بريدي اريديميا وات اند وات ايفر. البوتاسيوم يعتبر الزياده او الانخفاض بالتركيز مالته فيتال مميت يعني ما بيها، لانه يبدل بالكالسيوم ويصير عندي راسا كاردياك فبريليشن اتريال فبريليشن اتريال فلاتر.
أما إذا كان عندي هايبوكاليميا فأنطي بوتاسيوم إلى أن يرجع البوتاسيوم طبيعي. إذا عندي هايبركاليميا أنا حتى أتخلص من البوتاسيوم أنطي إنسولين وجلوكوز. حنعرف إنه الإنسولين يزيد دخول الجلوكوز داخل الخلية، الجلوكوز ما يدخل إذا مو موجود بوتاسيوم. فمجرد أني أنطي بوتاسيوم أنطي إنسولين وأنطي دكستروز راح رأسا يصير عندي شنو دخول البوتاسيوم، ويعني إلى داخل الخلية فيصير عندي نورم، يعني يروح الهايبركاليميا. ممكن أنطي صوديوم بايكارب أسرع الكلنايزيشن للبلاد، فالكلنايزيشن للبلاد يزيد الإكسكريشن أوف بوتاسيوم وتخلص من البوتاسيوم من داخل الدم بتركيز جدا عالي. شرحناها. الكالسيوم is very important، ودائما يعني الكالسيوم هو أساسي في عمل زيادة الفورس اوف كونتراكشن للهارت. فلهذا أي مركب بكالسيوم أثناء الديجوكسين توكسيسيتي is contraindicated، لأنه هذا راح يزيد تركيز الكالسيوم داخل الهارت وراح يزيد لي عندي المشكلة. راح يكون الريسبونس مالت الكاردياك ماسلز للديجوكسين أعلى بهواية من الطبيعي إذا كان البيشنت ياخذ كالسيوم سبلمنتس. فلهذا أني أثناء التوكسيسيتي مال الكالسيوم أني أبعد التوكسيسيتي أوف ديجوكسين، أني ما أخذ كالسيوم أبدا. أما المغنيسيوم is very important. المغنيسيوم شافوا إنه من تنخفض عندي المغنيسيوم بال بلاد ينخفض راح يزداد البايو افايلابيلتي، يعني يزداد الامتصاص مال ديجوكسين. فاي شخص المغنيسيوم عنده منخفض لما يبلع الديجوكسين مكان البايو افايلابيلتي ما تكون 80%، هي طبيعي 80% 75 80%، تصير 90% تصير 95%. فلهذا وحدة من التريتمنتس للعلاج الديجوكسين توكسيسيتي وانتي ماغنيسيوم اقل البايو افايلابيلتي مالته، هاي اول شغله. والشغله الثانيه لازم على طول البيشنت يسوي مونيتورنج للالكترولايت، ووحده من هن نقيس هن الماغنيسيوم. شنو فائده الماغنيسيوم بالعلاج؟ اول شيء يسوي بلوكيد لترانزيت انورد كالسيوم كارنت، يسد دخول الكالسيوم. شغله ثانيه انتاغونايز للكالسيوم بالانتراسيلولار بيندينج سايت، لان هو زائد 2 الكالسيوم زائد 2 فيقوم يتنافس ويا الكالسيوم بالبيندينج سايت. والشغله الثالثه يقلل الفنتريكولار اريتابيلتي لانه يقلل دخول الكالسيوم، ويسوي البلوكينج للصوديوم ايجرز فروم للبوتاسيوم ايجرز from ديجوكسين او كارديو اكتيف جلايكوسايدز بويزنينج سيل. شكرا جزيلا، واتمنى لكم موفقيه، واي سؤال اي استفسار ان شاء الله انا حاضر. السلام عليكم.